فقط وحصريا على موقع أنا السلفي. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، موضوع الاختلاف أمر وارد، اختلاف العقول ووجهات النظر أمر وارد، الناس بيختلفوا، ولكن مع وجود الاختلاف لازم معاه يكون عندنا مرونة أو استعداد للتنازل عن وجهة النظر من أجل وحدة الصف. أدلة كده يبقى الموضوع يتجمع. تاني، موضوع الاختلاف أمر وارد، أنا ليا فهم وأنت ليك فهم، أنا ليا طريقة وأنت ليك طريقة، هنختلف، الناس مختلفين، ألوانهم مختلفة وأجسامهم وأحجامهم وطبائعهم وصفاتهم، وده يحب كذا وده يحب كذا، بس ده يكون معاه برضو الاستعداد، أنا أتنزل لك عن حاجة عشان وحدة الصف. حتى في المذاهب الفقهية أنا ليا مذهب هعمل بيه وأدعو إليه، ما جراش حاجة، بس لو تعارض معاك أو اجتمعنا مع بعض يبقى عندي المرونة والاستعداد أن أتنزل لك، وأنت كذلك، مين بقى يتنزل التاني دي حاجة تانية. لو عملنا كده يبقى الأمور ماشية زي الأئمة العلماء كانوا بيعملوا مع بعض. الاختلاف موجود، بس احيانا يوصل للدرجه المذمومه ان انا عادي بقى ووالي على وجهه نظري، على اجتهادي، على مفهومي انا، وتشبث بيه وممكن ابغضك واكرهك وعاديك واقطعك وابعد عنك علشان المذهب. هو ده بقى الاختلاف المذموم. ولذلك العلماء يقولوا في اختلاف تنوع وفي اختلاف تضاد. اختلاف التنوع كل الدنيا كلها متنوعه، اختلاف التضاد العكس بقى، ان انا اضيق عكسك وعاديك وقطعك، ده المذموم. فدي واحد يقول ما الاختلاف موجود، موجود، حتى الصحابة اختلفوا بس كان واحد منهم بيتنازل التاني، خلاص خلص الاختلاف، أساسه موجود بس استمراره هو المذموم، وده اللي بنقول عليه. حطينا نقط في الحروف هنفهم الدنيا ماشية ازاي. أسأل الله عز وجل أن يرفع عنا الخلاف والاختلاف والفرقة والتنازع وكل الصفات المذمومة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.